صباح الخير. أنا النهاردة بدعوة كريمة من دون جولوكا بتعليم المدرسة الروسية للفن البيزنطي في محاولة لعمل أيقونة لأم الله مع يسوع المسيح كطفل. هنا بتعلم التكنيك الروسي للأيقونة، طبعا بتختلف عن الفن البيزنطي اليوناني. هنا تكنيك يمكن أكتر في اختلاف في الألوان، في الروح بتختلف. كمان بنقدر نوصل لأعمال وروح أندريا روبليف، وهنا في تكملة للمدرستين بيكملوا بعض. ومن أجل البشارة دائما أنا بكون بحاول أتعلم بحيث أن أفيد الكنيسة وأفيد الفن بمصر. بشكر كل القائمين على العمل وبتمنى أن أكون قادر أقدم رسالة ليهم.